تشهد مدن الشحر وغيل باوزير والحامي برنامج إطفاء 4 ساعات مقابل ساعتين تشغيل منذ مساء الأحد. وقال مصدر مسؤول بكهرباء الشحر إن محطة الفقيد السقطري فرضت برنامج إطفاء 4 ساعات مقابل ساعتين تشغيل بسبب خوف نفاذ كميات الوقود المازوت والديزل، ولم يتم تزويد المحطة بأي كميات إسعافية لتفادي إطفاء المحطة. والجدير بالذكر أن مدن الشحر وغيل باوزير والحامي تشهد أشهر برنامج ساعتين تشغيل مقابل ساعتين إطفاء بسبب عدم توفر كميات كافية من الوقود وعجز الطاقة.